أجواء كبيرة في مدينة بواكي، الجميع يساند المنتخب الوطني الجزائري. أعجبتني الأغنية لأنه بدأت باسم جمال بالماضي، الجميع يضع فيه الثقة، ويا سعيد يا كناوي عندما تتحدث عن جمال بالماضي أنا أقول الانتقاد، انتقد كما شئت لأنك مدرب عندك باع في كرة القدم في التدريب، لكن ما عجبنيش أمر أنك تحدثت عن كل الأمور، ما تحدثش عن أمور إيجابية قام بها جمال بالماضي. ليسمع لك وكأنه جمال بالماضي ما قدم شيء للجزائر وللمنتخب وكرة القدم الجزائرية. أعطينا أنت سيدي سي إبراهيم، أعطينا أنا صحفي هنا ما نعطيكش، أنت ليك تعطيني هنا في الأستوديو، أنا هنا باش نسألك يا سي البعلوبي، تفضل شطر الرأي ولا لا؟ لا لا كلمة واحدة، أنا مش بجمال بالماضي، تفضل أنا نتكلم على لونترينور ناسيونال كيلكو سوا لو نون ديالو، الجزائر فوق بالماضي وفوق أي إنسان يعيش في الجزائر. الجيري افون تو 45 مليون جزائري، ليكيب تربح كيف الجميع يفرح، الجميع يضع الثقه، الاغلبيه الساحقه في الجزائر عارفين المشكل اللي يتكلموا هذا لو بول راهم يتكلموا، تديهم العاطفه في كل المجالات، نعرفوا باللي الجزائر الشعب الجزائري عاطفي يحب بلاده، وكل يوم عندنا هذيك تاع الظاهره لما تكلم في 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 شخص ما مسؤول راك تكلمت في الجزائر، نو ما تخلطوش هذه في هذه، يعني